من يجي المستشار الجماعي بغدا تزعم غادي يصادق الصراف المشروع الميزانيه برسم السنه الماليه 2022 في جماعه الماجه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالشكر الجزيل لموقع ناظور بريس لاهتمام الناس الشؤون التدبيريه والتسييريه للمجالس على مستوى قبيله بني وليشك بشكل عام وعلى مستوى جامعه ام هاجر بشكل خاص. كما لا يفوتني تقديم اعتذار لجميع الاعلاميين المحليين بخصوص الاقصاء نسن زي تواجد نخزي مواكبا للجلسات المجالس. نتمنى ان شاء الله دينيري يجن التفاهم من النقطه، لان الاعلام ديج النقطه اساسيه، ديج الركيزه اساسيه في ايصال المعلومه للمواطنين في تمويل الراي العام. بدايه نعرف خصي خفينو بغداد زعوم مستشار جماعي بجماعه ام هاجر باقليم الدريوش قبيله بني وليشك الولايه الاولى. اما مش السنم طواخ نهار الدوره استثنائيه ليس اثنين نقط في جدول الاعمال. النقطه الاولى الدراسه والمصادقه على مشروع ميزانيه برسم السنه الماليه 2022. النقطه الثانيه انتخاب ممثل المجلس ونائبه في حضيره اللجنه الاداريه المكلفه بمراجعه اللوائح الانتخابيه. اولا قبل ما نبدا صلب الموضوع طواخيج الملاحظه بخصوص بدايه الاشغال الدوريه الاستثنائيه وتوادين يجد الخرق قانوني بالنسبه للنظام الداخلي يخفن صادق في الدوره السابقه يزي غنلتزم كاعضاء وكمجلس. المساله القانونيه هو انه لم نتوصل بالدعوة أو الإشعار بالمرفقة النس اللي هي مشروع الميزانية توصل الزيس في أقل من 48 ساعة. الدورة طوات نهارها يوم الأربعاء 10/11/2021 الساعة 10 صباحا، شي توصل الإشعار يوم الاثنين 8/11/2021. والموضوع بحجمه وأهميته وقدره يعني يتحوج على الأقل نحترم الأجل القانونية المنصوص عليها ضمن القانون الداخلي النظام الداخلي المصادقة عليه، وهو على الأقل يجل الأسبوع شغل خير الوقت، خصوصا أنه مشروع ميزانية نعم تدبير الناس بين الناس الاقتراحات المقترحات الاجتهاد بينه هذه يحوج شوية من الوقت، هذه يحوج شوية من الدراسات، لأنه من هي مصلحة الساكنة بالدرجة الأولى. كما أنه ذنيج الملاحظة باش نيري نصاص النقط على الحروف، إعداد المشروع الميزانية المالية من سنة 2022 لم نشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد في الإعداد النس من الشكا بغداد أزعم، باقي الأعضاء ديجان كاين دير المعارضه يعني وهذه سنشا الشادي الاعداد يعني باش لان مشروع ميزانيه يجب على الرئيس ومن يستند السيد الرئيس المحترم بالتجربه النس ديال الولايه السابقه وبالكفاءه النس كاستاذ وكذا. مساله في غايه الاهميه تستوجب الانفتاح على جميع مكونات جماعه ام هاجر من مجتمع مدني من معارضه من تجار من باش نسن من عند الضروريات من عند الاولويات من عند يزي غنتقدم. واخا غنجيج نظره شموليه خل الميزانيه اللي ديجا مقترحه بالنسبه لسنه 2022. انا حد نبدا كما هو متعارف عليه المداخل. مش اول ملاحظه يلاحظخ نجبو لاحظخ تصدمخ صدمه كبيره
بخصوص لجنة الميزانية ومشي نسن جماعات مهاجر بشهادة الجميع بشهادة الرؤساء المتعاقبين خلال الجماعية منذ الأزل مشي الجماعية غتسقسي ضم زيان ضم قران يقراش الميزانية ضعيفة وفقيرة الميزانية يستسجل المداخل مش المداخل تواريخ ذانيتا وليس جين أدنى مجهود ناقص صفر أدنى مجهود والأرقام إذا جان قبارين ذانيتا ومشخج النسخة النس تؤكد على أنه لم يطرأ أي تغيير على المداخل اللي هو أساس المشكل إذا تعانى جماعة أمهاجر مرن سور جماعة أمهاجر غاس ضعف ذي الميزانية غاس يجي تعاني من فقر ذي الميزانية إذن قنح مباشرة غل إشكال المداخل قال خلل قد ذي المداخل إذن وغاخبو توازن ما بين المداخل والمصاريف أدنى سدانيتا نبدأ المداخل المداخل وليكن في علم الجميع أنه نشي داخل مجلس جماعة أمهاجر نفتقد لأبسط شروط العمل جميع المعلومات وقت انتتشن لما معلومات بخصوص الأملاك إغاسغة الجماعة بخصوص الضرائب بخصوص المحلة التجارية بخصوص الأعوان العرضيين يعني واش تنقيت واش يسبقهم سقسم يعني تعزوم نخدم باش نطلب لا نمشي نراخيج الموقف نتعيش نتيجة القانون داخل المجلس يعني قانون الغاب القوي لا ميد غادس ميد غادس سيور خشن حاش اللي غطاش الاستفسار مباشره يعني قانا شنو هذا غتصويت وني انت يعني منطق الاغلبيه يتسمى صافي سعدان من خصني يعني وعزوا المناقشه وعزوا الاجتهاد وعزوا مع كامل الاسف ونشي نصد غمانيا نصد أنه نجتهد نصد أنه مرة من غاخ زي الإمكانيات المعرفية ولا الاقتراحية في سبيل الجماعية من ينخرق بالنسبة للمداخل نحن صور بالموضوع وبلغة الأرقام إغارية ذانتها رسم تصديق الإمضاء المداخل المقبولة لسنة 2021 5000 درهم المداخل المقترحة لسنة 2022 نفس المبلغ 5000 درهم رسوم الحالة المدنية 55000 درهم في 2021 سنة 2022 نفس المبلغ 55000 درهم الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة يعني تيفيا إيديتاس نزيد الدولة الحصة للجماعة 394 مليون قيمة النتاث واخا ماشي مشكل ذا حصة تكميلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لسد عجز الميزانية تغذين العجز 2021 توصل الجماعة تغذين العجز 52 مليون لقى قيمة النتاث 52 مليون واخا بخصوص الاتصال بشبكة الماء 20000 درهم في 2021 نفس الشيء نفس المبلغ في 2022 20000 درهم ولا مجهود الضريبة على عمليات البناء 93000 درهم في 2021 نفس المبلغ هو 93000 درهم في 2022 الضريبة على محل بيع المشروبات ضريبة على محل بيع المشروبات 500 درهم في 2021 نفس المبلغ في 2022 يعني الضريبة للمشروبات داخل جماعة أمهاجر المداخل الناس 500 درهم ونسين عدد المحلات يديني وغاخ لي فاكتور نسن وغاخ يش حاجة 500 درهم نش ذاني تيستحسن في ظل ظروف كورونا في ظل الأزمة ينتعيش خصوصا التجار كيس نضمن شي نك التجار نكس الضريبه يما 500 درهم كمدخول
انت اللي غايف كل المشاكل غينا الجماعه في 500 درهم. ضريبه التجاره 500 درهم في 2021 نفس المبلغ في 2022 500 درهم ضريبه التجاره بدون توضيح. ذا ضريبه الذبح يعني القرنه يعني المشصار 100 درهم في عام 2021 100 درهم في 2022 من قاصنا من تواغاصنا في 2021 منين في 2020 منين تواغاصنا في 2021 2021 100 درهم 2022 عفوا 100 درهم نفس العدد. الاشكال ذنيتا ذا يجي الاعتراف انه غا كيجي المدخل وان كان هزيلا وغير مشرف تعترف باللي تستفاد الزيج الضريبه الذبح 600 درهم في عام الجماعه. اذا الذبح يعني المجزره القرنه ما يسكر المجزره هنا قال السبب يزيد السبب 100 درهم لانه غاكبوا المجزره اصلا غاتوان صواري تي يمكن السي توان قاسي الاشاره السي مصطفى والاخوان مار السننت والمجزره كتدخل في الاختصاصات الذاتيه ديال الجماعه يعني نشي مالا ونشتيبو الفرصه باش نعالج المشكل المدخول 100 درهم من الضريبه الذبح 100 درهم ذي عام واكسيد حشومه واتفخش هذا نتاصح باش نيري واضحين لانه ما رانشين نعالج نخسنس كاع زي المداخل من ضريبه الذبح وفى الشروط الصحيه والوقائيه داخل المجزره ميغا مارسن تجار لا 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 ديزان العمل نسن بشكل سليم وحتى حفاظا على سلامه المواطنين واكيد غاكي تيري بالدخل 100 درهم كضريبه الذبح شمينيت هما نزيد مداخل دانيتا قيم انت من يوقين ولادي جل المجهود مع العلم انه على الاقل يعني يدير التغيير مثلا من توابنا نتوذري ناخذ عمليه البناء في عام وزما ديال نفس العدد على الاقل ما يديريك ثاني حقل وخوي وخوت شوف على الاقل اخ مشكل جماعه فقيره جماعه ضعيفه ما يمي وغاسبوا الموارد وغاسبوا المداخل المداخل كيما انت مو وكين المداخل وكين قول المجهود كنو كمعارضه واش يسبقوا ديك مشات غيميت غاو مشات التصوير شوف الاقتراحات شوف اسات يعني مش هنا مغاسل المداخل كثر مثلا شوف اسات نشوه تمثيل خبو المعارضه في حالة واش غنمشيو للمقترحات يعني باش غنمشيو غنفخ شويه في الموضوع ولكن ماشي مشكل لانه لاول مره غيتستضاف من بعد الانتخابات الطريق ما مشروح المسؤوليه تحمل الحزب الفائز داخل الجماعه لانه انت غينفتح شي انت غنتمنى تشكل المجلس موحد الاثنين شكل المجلس ما مش خصني اثنين تقل مين خصني اثنين عقش اني غاش تدخل زوارو اني غاش نشي المشروع ان الميزانية يوثا وليس شاش خلان شين لا الاعضاء كيخ لا المجتمع المدني ولا التجار ولا المواطن والو من يقين اثنين اثنين ولكن شخص غاش تسبين خل الفرق جاء المداخل ذا المصاريف انه وذين بوجن التوازن ذين يجن تناقض كبير يوذنا سمحهم الله ركزني للاخ المصاريف اما المشكل الحقيقي للمداخل وما يسكنيش حاجه لا يمكن لا يمكن كوبي كولي سنت ساعة سنتيت اللي شتي هاد نسن كندي المصاريف انا وضغى المصاريف وما يؤكد هذا الارقام غاري ذنيتا قلت شكون شي ذنيكين اذا المداخل وما يوقع ولا ديج التغيير ولا ديج الاجتهاد ولا ديج الاصلاح ولا ديج حاجه حقش الراس من المهني 70000 درهم 70000 درهم في 2022 واجبات مقبوضه في الاسواق وساحات البيع العموميه 5000 درهم في الاسواق وساحات البيع العموميه 5000 درهم في عام 2021 2022 5000 درهم وبالله عليك نمشي نستان الرمزيه التاريخ السوق المركزي نرحد ما مشيتش توغاث تو هذا يسجل الانعاش ضام قرانا قرخو نقيت نهار نمشي نغاخ المداخل السوق ني 5000 درهم وهذه قيم ذي 5000 درهم يعني ذا يبو ذا ديني ذا تزد دائما تصور في اطار القانون في اطار اختصاصات الجامعه
الاختصاصات الجماعة قوة جبون شي انتقام قدر قانون انتقام ذين اختصاصات ذاتية الجامعات والذيس المجزار السوق النقل التجهيز الإنارة الماء الملاعب ديني اختصاصات مشتركة تقدر اتفاقية شراكة مجموعة من القطاعات لا عمومية ولا عمومية وذين اختصاصات منقولة شين دوا نطبقيش حاجة ونجتهد قصانا خنشين باش نوشد نشين الأفكار نخنجتهد نشو سيد نهارا من ضمن المشاكل يتحاول يعني هذا يسوش هذا يسركزخ وهذا يسجتهدخ هو المشكل الفقر الميزانية نخسن سقع على المداخل المداخل في انتداق من زيرو خسن توقع أدنى تغيير لأن هاد الأرقام قابلة للتغيير ماشي مرين اجتهد السوق باش 5000 درهم يا عام قص السوق مرة تمل الهيكلة تنظم بطريقة كدا هادي رينت المداخل ما مش نغني وجبوا الأرقام هنا منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني 6000 درهم في 2021 6000 درهم في 2022 يعني ذاني توانسين عدد المحلات التجارية لمزاولة النشاط المهني كما أنه وانسين سوم الكرائية للمحلات التجارية كما ونعزم بالنقاش وشنس قاعد سوم الكرائية وذمين اعلان يوذاني شعرا لمحلة تبعنا منتوج كراء عقارات أخرى ومختلفة من الأكرية 19000 درهم في 2021 19000 درهم في 2022 نفس الرقم الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية 2000 درهم في 2021 2000 درهم في 2022 الرسم على النقل العمومي للمسافرين 1200 درهم في 2021 1200 درهم في 2022 نفس الأرقام تتكرر واجبات الوقوف المترتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين 1200 درهم في 2021 1200 درهم في 2022 منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة 20000 درهم في 2021 نفس المبلغ في 2022 مساهمة الجماعة الترابية 1000 درهم في 2021 1000 درهم في 2022 نفس الشيء بالنسبة للمداخل مختلفة وطريقة 2000 درهم في 2021 2000 درهم في 2022 من المجهود غاخذة من الاجتهاد يقدم المجلس المحترم مع احتراماتي لجميع أعضاء هذا المجلس وعلى رأسهم سيد الرئيس من المجهود يقيم ذي المداخل المداخل ولا رقم تغيير ولا مجهود في الجيمز نفس الأرقام وبالتالي حكمم خل مداخل الميزانية من 2022 أتقيمها مني ضعيفة وفقيرة بالعكس عدد أستانيم أتنسخ لأنه قبل ما نحغى المصاريف أقش من أجتشغى ومقار تشاشق ما أنصادق خيج الميزانية العجز 240 مليون واش يعقل هذا السي مصطفى نش نهار اول تجربه ليا داخل المجلس انتظارات الساكنه التمقرانين توجهات الملك بخصوص النموذج التنموي في شقي ديال العالم القراوي هذا سخنش صوتك هذا صادقك خيج الميزانيه هذه سيريخ نشاهد على عجز ديال 240 مليون يعني السبب الرئيسي شي جن وصوته ونخسر صوته الرفض هو العجز يثني انه مجموعه من العوامل مجموعه من 200 مليون سنتيم لا لا مجموعه من العوامل ثا شين نهار الشمال خصنا نتقل عن التواصل ايد المواطنين شواز مع التواصل ايد المواطنين انا مش داخل الدم غا الساكنه انتخبني الساكنه باش اخذ نتلخ وهذا الصوت خصو تنسن وفقط العجز 240 مليون ما يمكنش ليا انا نصادق على هذه الميزانيه ذا يمكن لا طلع بعض الميزانيات اللي نشال الجماعات يلاه ما مش عدنت ومن ضمنها جماعه التليليت بالعكس
وثويت بوغا منايا نهار جماعة مهاجر تشكل الاستثناء على مستوى اقليم الدري وشو يمكن على مستوى عارفة من يكمر وذين هوش الجماعة خصها تصادق خيج العجز 240 مليون ابدا شين في اطار تنوير الرأي العام وفي اطار اشراك وتحديد المسؤوليات النخ نشباري زي المسألة ثانية ولا أتحمل فيها أي مسؤولية ننتقل إلى المصاريف ننتقل إلى المصاريف وخصي مصطفى المصاريف جدول المصاريف المقترحة للسنة المالية 2022 بسم الله مين زي غنبدا المصاريف مين زي غنبدا هذا نبدا اول حاجه وادين بول مصلحه الساكنه نخ شان المشروع نخ شي حاجه يوم الساكنه اول المصاريف ذانيتا تعويضات الرئيس تعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين بالنسبه للمصاريف المقبوله لسنه 2021 تغات 14 مليون و400 رخوت اقتراح 15 مليون و840 الف تعويضات خص المصاريف تيم زوري جن أساسية والأولوية والضرورية بالنسبة للجماعة نسيور نكسب هذا التعويضات الرئيس والمستشارين ها واحد إضفارتي للمصاريف تنقل للرئيس والمستشارين داخل المملكة مليون وخمسمية وذني تخصك الخرج للإشارة السي مصطفى هو أنه مجلس الأعلى للحسابات مؤخرا يسجل الملاحظة أنه اثنين النقط خصها وتيرنت داخل الجماعات وأن يتم مجلس الأعلى للحسابات واخا يعني زماني نوات الخارق للقانون؟ لا ملاحظة يسجلت مجلس الأعلى للحسابات على يعني مستوى الميزانية يعني مش نريك أكثر وضوح يعني أكثر وضوح المصطلح واضح ملاحظة للمجلس الأعلى للحسابات قلت كملاحظة واش تحسب القانون واش تحسب الوينات ذا غاخ اقشداني تدرخو مثلا ديال المصاريف السنه الماليه 2022 اجديبا نتصل الفرق غاخ داني تا مصاريف تامين الاعضاء 1000 درهم 1000 درهم ماشي مشكل غاخ داني تا سي مصطفى شراء عدد صغير للتزيين 2021 لقينا 8000 درهم رخو 10000 درهم دخلنا لك والله شخص كلاريين الختمه مولاي شراء عدد صغير للتزيين ماشي نكاكور شي قيمه خير تزيين واش غاك رخبه جماعه مهاجر ودائما في الاختصاصات الذاتيه ديال الجماعه غاس علامه التشوير تشوير تشوير بلايك بلايك هذا الفيراج تاع قحقق ديال المدرسه سنقص السرعه واه وعلامه التشوير الشنقه ديال جماعه مهاجر واش هذا خدك تزيين وتخرج المساله من السلامة للمواطنين نعلم التشويري دي تدفن ذي الاختصاصات من الجماعة الاختصاصات الذاتية وذكرنش أحد مع العلم أن الميزانية ضعيفة وضعيفة جدا في ظل استقرار وعدم تغيير الأرقام للمداخل الفارتيد مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال لحدود السعاد وذين ولديج للمصلحة السكينة تغط 10000 درهم رخوت اقترحني 2022 20000 درهم بالله عليك الإقامة والإطعام والاستقبال واش مخيام واش نشين كرامي وذانا من دين خججوا الجماعة ليس بغينا قال شي يمكن لاقش منايا الإطعام زوينة تيرين 2 مليون يرين عدد الزي صغير نقى الزي صغير تيزاه ما يتجا الأولوية يري منطقيين ذني تو هذا بو ترشيد النفقات للجماعة ذي نبوج للحكمة عشان يري واضح الاشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات 600 درهم في 600 درهم ماشي مشكل ذا الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين تغت ب 2021 سي مصطفى 199 مليون تقترحا ب 2022 تطوض غير 296 مليون اضافه تقريبا 100 مليون تاع
غير الرواتب والتعويضات القرار الموظفين الرسميين. أجور الأعوان العرضيين، أجور الأعوان العرضيين تغت بقر 2021 10 مليون، رخوت اقترحنا تيري 20 مليون. مين هنا الأعوان العرضيين؟ زمانت الإضافة يتقدمني الجماعة، واش تيرين ديني التقارير من خدمن باش تخارص، واش ديني شان الرقابة حول الأعمال اللي تقدمن باش خاص تخارص، واش نشي النهارة ميزانية ضعيفة جدا باش نساور في المجزرة، نساور في السوق، نساور في ملاعب القرب، نساور في الصيانة، المركز الصحي، نوين شي نتاعها شن الحوايج خميت تما شنو اخبو الضعف واخبو العجز واخبو الفقر ديال الجماعة واخبو شنو غاتصل الانتظارات من الساكنة. واخا تعويضات عن الصندوق 200 درهم بقات 200 درهم، تعويضات عن الاشغال الاضافيه 100 درهم 100 درهم، تعويضات عن الاشغال الشاقة والموسخ لحدود ساعه واش المشروع بالنسبه ليهم الساكنه، تعويضات عن الاشغال الشاقة والموسخ 35 الف درهم 3 مليون ونص. واخا مساهمه ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد السامر ونيتيت الزيت الدوله الرقم النس ذونينتا، المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تغطي 12 ألف درهم تزور 24 ألف درهم، المساهمات في منظمة الاحتياط الاجتماعي الكنوبس فالدولة كذلك تغطي 41 ألف درهم تزور 62 ألف درهم، لين التعويض عن الولادة 1000 درهم، لباس الأعوان المستخدمين 2021 تغطي 0 درهم تزور 10 ألف درهم، اللباس الأعوان المستخدمين مع احتراماتي لجميع المستخدمين والموظفين. أقصدني تعاود تاني مصاريف التنقل داخل المملكة 25 ألف درهم 2 مليون ونص، مع العلم أنه تغطي دخل زوار مصاريف التنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة مليون و 500، أنه هو داني تعاود تانية أنت تعاود تانية مصاريف التنقل داخل المملكة 2 شحال يصير 2 2 مليون ونص 500 ضعف 4 مليون. مصاريف التدريب مدير التدريب الله اعلم 6000 درهم التدريب ما غاش كيبو والله ما نعرف، اكتراء بنايات اداريه يقيم الرقم النس والنين تاع الصيانه والمحافظه للبنايات الاداريه 1000 درهم يتوغت 2021 رخو كيناس 10000 درهم ياك، الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي تغطي 3500 درهم قول 2021 رخوت ذور 20000 درهم زي من 3500 درهم ل 20000 درهم، الصيانة الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء 1000 درهم، الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني 500 درهم، لوازم المكتب ومواد الطباعة وأوراق والمطبوعات تغطى 4 مليون دور 5 مليون، مش ما باش تواريخ الجماعات المغني وعدين مليون و 500 فوضى 5 مليون، لوازم العتاد التقني والمعلوماتي 2 مليون ونص، شراء الوقود والزيوت 9 مليون 2021 رخوت اقترحنا 20 مليون شين مليون. شحال وسائل النقل من غاس من غاس قاع الجماعة حاليا؟ واخا واخا شارح نشان شين من غاس قاع الجماعة الآليات يعني، ولكن بالنسبة نشيتين إذا 20 مليون مازوت مازوت، في حين أنه نشين الإشارة يعني قيتي السيد الرئيس المحترم أنه ذين يوذن خميت حوجة نشي حاجة تيشاسن الجماعة، ولكن لمقابلة خصني ثني مازوت، واش مازوت نشين نشين السي مصطفى قازي 90000 درهم في ظرف سنة واحدة نسقع الميزانية المازوط غا 20 مليون توت 9 مليون، واش رخو نشي نزدا نحقق التنمية داخل جماعة أمهاجر ما نزدا نقيم تكثوار الطونوبيل مازوط الزردات الزردات قيمة الدور نجارس لا سامحاي
وهي في إطار ترشيد. شوف تغليب المصلحة العامة المصلحة الخاصة شلاني تا عاد لحدود الساعة ورينو ونيختي الطوين وازري خشل المشروع يهم الساكنة الجامعة المهاجة وشين ساكنة الجامعة المهاجة صباية الطاس وتعاين تصوات الطاس نهارا شين كيف يعقل شين نفغ الساكنة خاخين تاخبنا شين مين ما يسكى مين غطوي من الشين ما انت المشاعر مين ديني لا من ناحية اللي وذاني مقران لا تمغاري لا الشباب لا الطلبة لا اثنين بعض محوجة مشنا واثنين عمل شقا اثنين وسخ ما يتغنصنف ايوا معنى المهام النش من بعد طرح السؤال خلال اخي وذاني لكن ربما نزمعتني يعني نوصف خدمة لسك يعني شوف السي مصطفى ويبين بول مشروع ولكن شنغاش في البداية لم يتم إشراكنا نشين في إعداد هذه الميزانية ولا المجتمع المدني ولا المواطني ولا نثني دي كلمانية وعقشو شي نجد الأرقام وشي نجد داني تايينات صاف نوع المصاريف ذو الأرقام واش تشن ني دراسة ني تقارير ني لي فاكتور ني أميغة تحتها أميغة تحتها أسي مصطفى نشي النهار طواه دورة بخصوص الميزانية المالية سنة 2022 ونسالة 2022 الميزانية نسا من تكمر المداخل نسا من تكمر نسالة دي تسعت هي سعد تصويت كدا غاد هنا ذون انت يلا تسي ولدتيني ذا مو قاناش انا حغا تصويت نراقة شتيفوس شتيفوس الدنيا ان يتحمل المسؤولية التاريخية امام المواطنين وامام الله وامام وينة الوطن ش بريء زيمانية انا حغا نكمر لوازم المكتب كدا ثاني تتوانات شراء الوقود توان بالدغى الوقود توا 9 مليون 2021 20 مليون قطاع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والاليات 5 مليون صيانة واصلاح السيارات والاليات 4 مليون مصاريف تأمين السيارات والاليات 7 مليون شراء الصباغة 10,000 درهم وبالنسبة لنا لوجيستيك من عينة الآلية خاصة حاليا غير الجماعة المعاشة كاش واش خيج المعلومة دقيقة لأنه شنو هادو شنو والو قال نورمال يعني خاصنا شي حاجة يعني مصطفى مصطفى ما يمكنش نشاش واش نشمراش واش خاصنا التراكسات شي قوية شوف أستاذ نشمراش واش خشى المعلومة خصها واش معلومة دقيقة وصحيحة واش تيشخ لا زيادة ولا نقصان المسألة هي ثاني تان شني غاش أول ولاية غريبة ذي الجماعة ويكمل راس شهرين نورمال مو يخصا تنوير الرأي العام ذوينا خمي غاد قد قطاع الغيار نخصيانا وإصلاح السيارة والآليات قد العدد وضحي المواطنين يعني غريبة الطنوبينات غريبة التراكسات غريبة هنا غريبة غني انت شتقناد غير نوع المصاريف ذو الأرقام واخا شراء الصباغة 10,000 درهم شراء المواد المطهرة تغط 2,000 درهم تزور ذي 10,000 درهم دراسة عامة 1,000 درهم 1,000 درهم واخا مصاريف تهيئ لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى الله أعلم من عنات المؤسسات تثيننا ونتنسين شمعة كامل للأسف 12,000 درهم رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية يعني التليفون الجماعة زوين 30,000 درهم التليفون التليفون واه انا غاخذ مليحه استاذ غاخذ مليحه يمكن غاخذ مثلا مليون 3000 درهم لا 30,000 درهم 30,000 درهم اي غاخ 3000 تليفون شي نقخ قرفين 21 العالم صوم مزيان صوم قران السن ماني ثوض شبكة المواصلات اللاسلكية ديال المغرب نهار ما جميع الشركات تقد اللي ميتي اشهار استرت 100 درهم 400 درهم اشهار اللي ميتي سيور راس جون وثي الدعم مرنك اسنك 500 درهم هي مش حال في العام السي مصطفى راه تغلطوا لي الحساب بزاف من الارقام 6,000 درهم 6,000 درهم إما ميسغان 30,000 درهم شطون تخاخ المداخل الطاس واه
رسوم بريدية ومصاريف للمراسلات 1000 درهم، إعلانات قانونية إدراجات ومصاريف النشر 16000 درهم 10000 درهم، إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية 10 مليون تدور 20 مليون، الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر 5000 درهم. شي نروحو الرمزية دوينات نتمضرين على المستوى ديال الموروث الثقافي دوينات نخاسي جر القدسية ديج الرمزية ديج الاحترام ديج المكانة. بالله عليك شحال غايرين نتمضريني غا نمشي ندير الجماعة المهاجة. وارب احصائيات وارب واش العدد ولكن تيري تكازي 20 نينات. واش واش تنقيت نوتي في شادي تنقيت نتو قبل مثلا ديال الاعمال الشاقه لينا لا شتي شاش نقطه نقطه وفي نهايه اللقاء اش واش خرج النسخه باش راه كثير ونحاول نتواصل مع الرئيس ربما ربما جوج مجموعات نقيت غاست يعني مبررات مثلا يعني حتى في اطار تنوير الراي العام وحتى اشراك الراي العام باش السن الميزانيه من داياس السن هاد السن من غيرين قول 2022 باش مرات غتعين وتعين بويا الطاس فماذا نعين 2023. الصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية 2 مليون و 500 رخو 4 مليون. شراء عتاد صيانة الإنارة العمومية تغطى 4 مليون دور 6 مليون. مستحقات استهلاك الإنارة العمومية 99 مليون وينث الفاتورة عموما الفوت الإنارة الجامعات تختص 99 مليون 2022 تقترح 120 مليون. شنو هذا المشكل هو نهار التكنولوجيا ما يوضنت مجموعة الجماعات ورنت النطاقة الشمسية باش نسنقص قنشين غا حمي اخوينا ضعيف الجماعة ضعيفة اما غادي نخد تخطص خنش 100 مليون اللي ما عرف شحال كتا زي 100 مليون من هنا نفاكتور انتفا لانه مرض كيديج المخطط يعني على المستوى المتوسط دي 5 سنين اللي خدي 6 سنين واش تفاق تخ الاجزاء كره ما هادشي شويه زي استقد الطاقه الشمسيه هذوك الليد هذوك ديال الضوء كن على اكيد انه المستقبل ان الجماعه تتنقض زي الفقر لانه اتوفر يجي النصيب زي الفاكتوره للاناره يمكن نشطو دار 40 دي 150 60 دي 100 ذا عاوتاني ما كاينش ترشيد ديال النفقات ديال الجماعه. شراء عتاد صيانه نقط الماء 10000 درهم حتى 100000 درهم دور 10 مليون توات مليون دور 10 مليون ما تلقيتنا. شراء عتاد صيانة نقط الماء تغات مليون قول 2021 رخوت اقتراحنا 10 مليون. سداد للمقاولات 100 درهم. مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح وهذه الشهر زيرو. صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي مليون فرانك. نظام المساعدة الطبية الراميد 15 مليون و 200 ألف في قاعد 18 مليون و 300 ألف الملايين ملايين مش نطفع يعني إلى حد أنا مش مجموعة صراحة أقش حتى أقش أقش حتى يعني نص ذاني مثلا توقيع رئيس اللجنة أقش نعني يستمر بطا ويتم وذين خمين غير احنا ديش بذل الأوراق وتعاود ذي منايا باش تسن شوية من كوبي كولي أتحفظ على التصويت بل بالعكس أرفض التصويت على ميزانية لا تنتصر لمصلحة الساكنة بالدرجة الأولى. واش تحاول هذه الجلسة تناقش لجل مجموعة النقط في حين بعد نقل الإشارة يعني ذي نجل مجموعة صارحة نتمسرين يعني مفهومين أما شنو الصيانة مرغاس الآليات البعض ولكن ثني واش انا مشنو التليفون واش تحاول تنقيت التليفون المصاريف التليفون واش تحاول بمجرد تناقش المسائل قانا انا هذا غتصويت الادعاء بالقوه انا لا تستقوي عليا انايا كتستقوي على الساكنه وعلى الناس اللي انتخبوك
ما انايا انا شت كسخفي المسؤوليه وفقط نشلا تحمل المسؤوليه اولا وجه خوذي المكتب وكيخبو الاعدادي منايا نتحاول نناقش اني غنساهم بين ثقانش التصويت وهذا لا يخدم بتاتا مصالح غيناث واش تدعي القوه بسوينات الاغلبيه شي مشكل سيسجل عليك التاريخ وبالتالي امام شنيخ ميزانيه لم تحترم قاعده التوازن ما بين المداخل والمصاريف ومش من تو هذا يتهمنا الطاس 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 وهذه ريجن تغيير جذري واصلاح يعني من القاعده من الاساس من جوهر الاشكال اللي هو ضعف الميزانيه بالتالي هذا الضعف مباشره كيتجسد في المداخل ديال الجامعه خصني نجتهد كيفاش نرفع من المداخل ما مش الزريم مال الريضوم وادنى مجهود لا نفس الارقام قيمتها مني في حاله نفترض انه يتم الاشراك نوم للمناقشه تطوير كاع المداخل واش تغيصفقوا كنا كمعارضين كيمشيو غير بجارهم انا واش غنمشي الافكار شنو المقترحات موجود الافكار نهار واخا خبوا نجتهد نشينا غير الاختصاصات للجماعه حتى الداخليه تسهل مجموعه عن الامور خل المنتخبين السن انه مجموعه من الجغرافيا المملكه المغربيه ديني موشان ماني درجه الوعي قليله يبو هذه اجد منتخب انسان غاس محدوديه ديال المعرفه الناس لهذا بسطات المساطير والقوانين تقاش الاختصاصات للجماعه قاينتي ديال اختصاصات ذاتيه ومشتركه ومنقوله الاختصاصات ما المانع من الجماعه واتفاقيات شراكه ما المانع زي الجماعه وتعزخ الاستثمارات ما المانع زي تنقيتها ماش نسنخ ماش توانسرع انه رئيس الجامعه ذي الولايه قبرت يعني يقترح مجموعه مشان دي جامعه ماجا اي توصل فن منطقه سياحيه واش راك شنو الفكره ما يقول يعني تديج نوع الزنبه شو السي مصطفى واش راك شنو الفكره خلينا مشروع اول لا نش امنش مشك لا منش صراحه شتو تصريخ ويومي تنتخب سيد الرئيس الذي احترمه بالرغم من الاختلاف والاختلاف رحمه انهم يعني تراس المجلس الولايه من 2021 بمجرد الانتهاء تنصيب نسك رئيس المجلس روح عند غير القهوه ديني قلنا الانترفيو وتشرح لنا البرنامج الانتخابي ولا انه وديري ملاعب القرب وانا درتيها وديري بريد السيها ودي كمويها لكن شي حاجه في الملموس صراحه ما من غير الجلسات واش نشان التواصل جارهم انا السيد الرئيس احترمه اتواصل مع يعني في اطار محدود ويعني نش كبغداد ازعم وجدد دعوه الرئيس انه يدي ممدوده بدون حسابات لا شخصيه ولا سياسيه ولا مصلحيه ولا اي حاجه قيا كي ستعاون حتى للنهايه ومنيا عباخس في اول لقاء نوح مقدم على حسن نية النخ بالرغم من انهم قصانخ زي المجلس رخوش كما هو متعارف دوليا ولا وطنيا خميع بحشل الحزب يتنفتح الاحزاب النغني ونشي نرخو الجماعة المهاجة ذي سنين الاحزاب هو داخل المجلس الحركة الشعبية اللي هو حزب اغلبي وحزب تقدمه الاشتراكية اللي هو ميمي يعني ونقيج المجلس موحد يعني ان شاش ذي المهام مره ذي تحمل المسؤوليه وات نشد يعني بالرغم من ذلك نوح نشجع سيد الرئيس وحتى الاعضاء كيس ونقدم باقه ورود بشهاده الجميع ربما عاود يفهم الغياب نوم تشكيل المجلس ساعتنا يمكن يفهم الموقف الزوم انه خصو مشى ابدا
وكنمشي تواصل الخو عاد عاود عاود ثاني نفس السيناريو. خميا بحكم هو متعارف عليه، خميا بحشان الحزب في الانتخابات الفائز الاول زي الاحزاب نتا يتنفتح جميع الاحزاب تنفتح خاص مشاورات يتواصل يقوى ما كيتيري داخل المكتب ما هو كيتيري الشا واش غاك الاستعداد كيخص تشتغلوا وتقنيج للبرنامج نسن. يعني المسؤوليه هي المسؤوليه الحزب الفائز نجيبو الفريق الاغلبي وتجيبو وين تمشي نمرتو اخوينا تنشكل مجلس موحد واني توجبو الاشكال نمشي نتجاوب في المساله يتقاضى السي مصطفى واش منا يتناقشات واش منا نش نيا واضحه شي نقف دنيتا من اجل خدمه الصالح العام لجماعه امازر اللي ساكنه نستال انتظارها زعما باش انفراجات وما مش نسن جماعه ماجر غاس تصل مقومات تي سبحانين وانشي نعرف باش نسيوخ مسائل مثلا نشي نازو نسيوخ مجموعه المسائل نغني كيف يعقل ان جماعه ماجر سطوا في الميزانيه نصرف ربحه غاخص الحدود وزيس نكسين شي نور هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا وزيس نستفيد ولا سوار في مترو ولا وين نربحها والو المواقع الطبيعيه غاخ نشين مثلا على المستوى الجماعه المهاجر ما مشتنيت بخصوص السياحه وحتى الموارد الطبيعيه وحتى يعني مجموعه لين مجموعه الامتيازات ولكن التركيز وكل التركيز يعني تغط خارج اطار التنميه للجماعه في اتجاه اخر والمصلحه الساكنه في اتجاه اخر. انا اختمها مرقيه ونيتا سجن تبرات نخرج هو ورقه وجهت يا رئيس الجامعه الماجه الاستاذ حلم الشعر. شوف السيد الرئيس الاستاذ حليم الشارف انسان متخلق انسان ذي المستوى احترمه واقدره كفاءه ولكن حاليا على المستوى التدبير شي نعبر غير مره انه قخ منوس دابش انا معاه وانا نكفوس كفوس ولكن سبحان الله يتكوض دغلاغ الجماعه يتكوض ديضوخ مثيو غير الله اعلم. اما كشخصيه كفاءه السي حليم انسان نزيه الله يعمرها دار ولكن المستوى التدبير الشان المحلي خصها هذه يجتهد اكثر وخصها سيري شويه الجراه شويه الشجاعه في اتخاذ القرارات انتصارا لمصلحه الساكنه وتجبوي الانتصار انا نحشت النغني وشو غريب واش الرساله ستوجه بالعكس اما مش نخ احترم واقدر كما اقدر واحترم جميع اعضاء المجلس بمختلف ونينات الانتماء السياسي نسن وفي نهايه المطاف نجدد الدعوه انه الله يجازيكم بخير ارحموا هذه الجماعه ارحموا ساكنتها انه ذي انتظار التمقرانين ونتمنى وان شاء الله يتم تصحيح المسار والمنايا وتمنى ديري نقطه التواصل مهمه تمنى انه قراخ متتبعين الشان المحلي الشان الجماعه الغالبيه سنه يمكن لاقين زي الجاليه تمنى الجماعه تجيج بوابه الكترونيه يجي الموقع الجماعه يجي جميع المعلومات ما يضغط وصل جميع المواطنين الساكنة المهاجة ذي الموقع مني من أجل الاستفسار من أجل طلب الرخص من أجل أي من أجل التواصل من أجل الاطلاع على المشاريع الجامعة من أجل الاطلاع على الميزانية الجامعة ما يمكنش نقيم شي نخدم النوفة ما عقوا نخدم بوك نخدم ذا المصلحة الساكنة واجب انت في غيج المقرب اللي عخيك المقرب ودي في الصحافة ودي تيد في يعني مسألة ينش توريخ أصبحت يعني زبقينة زي الممارسة القديمة ولا تموت بصيلة ستوجهات من الدولة المغربية وفي نهاية المطاف اختتم عود تاني أجدد الاعتذار للإعلام المحلي يعني الصعوبات يتف باش هذه هو واكب تدبير الشأن المحلي وداخل المجالس المنايا وتحياتي لموقع نظر بريس.